تجري في عروقنا لكي نكون معكم دوما وأبدا، وإن كنا بعيدين عن الأوطان لكن الكرامة والعزة والموقف والانتماء لن يتغير أبدا يا أبطال جيشنا العربي السوري. أيها البقية الباقية، أنتم البقية على وجه الأرض في كرامة وعزة، نرسل إليكم هذه الكلمات لتكون عبرة أننا معكم. شدوا على الزناد، شدوا وقفوا، وإن وقوفكم موقف العز للأمة كلها.